أكبر ذنب ما يموت هو نشر الفساد بحساب وهمي، بيحط فيه صور المحرمة يموت، والناس ينقلون من هذا الحساب يأخذون المقطع فيراه آلاف الآلاف وهو حبيس تحت الأرض. المقطع الذي تنشره تلي أي داعية من الدعاة، عالم من العلماء، شيخ من المشايخ، تلاوة من التلاوات، قارئ من القراء، أي مقطع تنشره أنت ليس الذي قاله، لربما أعظم منه أجرا، لأن نية قد تكون أعظم من نية المتحدث. الآن اللقاء البث لو أخذ أحد منا مقطع دقيقة ثم منتجه أو قصة ونشره صار هو الداعية، ينشره في أصقاع الأرض، وله أجرها وأجر من رآها وأجر من نشرها إلى قيام الساعة. الله أكبر، ما أعظم الله وما أكرم الله. حديث محمد صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فانطلقوا في الدعوة إلى الله.